يبقى فيك
حد شايف منظر ده؟ حد شايف فيه كورة بيضة وجنبها كورة سودة؟ الكورة البيضة دي اسمه ألفا تشيرنوبيل، السودة دي تيجي ألفا وبيضة، ألفا وبيضة، ألفا وبيضة، يعملوا إيه؟ يمسكوا مع بعض، يعملوا زي أسطوانة يعني تشين كده ولا لأ؟ طيب الخيط ده 13 خيط مع بعض يعملوا أنبوبة. طب الأنبوبة دي لو أضفت لها وحدات تشيرنوبيل يحصل لها إيه؟ تقوى، شلت منها وحدات تشيرنوبيل. عارفين تجميعة التشيرنوبيل بيسموها أستاملي. This assembly. إذا هما ممكن يكمل أو يحصل by assembly أو this of protein units called tubulin. نسيت assembly و this assembly أقول إيه؟ addition أو removal of tubulin يطول الأنبوبة دي أو يحصل. مين فاهم الأنبوبة دي معمولة من وحدات اسمها؟ tubulin دي ألفا وبيتا يمسكوا مع بعض يعملوا وحدة فيها اثنين تيوبيولين، اثنين مع اثنين مع اثنين يعملوا فرق، مجموعة 13 فرق تعملوا ايه؟ أنبوبة. حلو كده؟ يبقى المايكرو تيوبيول مجموعة من فيلمنتس أوف إيه؟ وحدات بروتين اسمها تيوبيولين. ممكن أنبوبة تكون باي أديشن أوف؟ طيب بص بقى الحتة اللي جاية دي. طبعا انا الانبوبه اهي لو خدت فيها قطعات يبقى ايه؟ دايره. ادي انبوبه اهي خدت فيها قطعات يبقى ايه؟ سر. طيب مين خد باله من المنظر ده؟ احنا بنقسم المايكروتوبيولز لنوعين او مش نوعين بقى تو فورس. في حاجه اسمها دايناميك وحاجه اسمها ستيبل. مين شاطر من الولاد يقول يعني ايه دايناميك؟ يعني بيغير مكانه يتحرك، لكن الستيبل ثابت في مكان. تيجي افهمك يعني ايه؟ يعني مثلا تعرفوا كلمه سيل ديفيجن؟ لما السيل يمكن خدته في سنه والكلام ده، ودي حاجه من القليله اللي خدتها في سنه صح، السيل بتبتدي ايه؟ راوند كده. لما تيجي تعمل ديفيجن مش بيحصل لها الونجيشن؟ صح كده؟ طيب مين اللي غير شكلها من راوند للونجيشن؟ المايكروتوبيولز اللي قاعده تحت السيل ايه؟ ممبرين بتغير مكانها، فيبتدي السيل يلونجي. يبقى الونجيشن يعني عشان اغير السيل شيب ممكن اطول مين او اقصر فقط؟ المايكروتوبيولز. يعني المايكروتوبيولز اللي قاعده تحت السيل ممبرين لما تعمل الونجيشن للسيل ولا او تغير مكانها تعمل تغير الشيب السيل شيب ولا حد فاهم؟ تيجي عندنا حاجه نحطها حلقه في ودنك، ان اي حاجه في المحاضره بتاعت المحاضره بتاعت سايكس كيرف بتقول لك فايدتها ايه؟ تفتكر حاجتين، سيل شيب وسيل ديفيجن. والتاني سيل ايه؟ شيب وسيل ديفيجن. النهارده بقول سايكس كيرف تبقى بتحب فين؟ في السيل شيب، ونشوف وظيفتها ايه كمان في الانقسام. حلو كده؟ في وظائف اخرى هنشوف. تيجي بقى تقول ان في كام فورم على فكره الفورمز او مايكرو تيوبيولز ده سؤال شورت بيجي في الميد تيرم او كام نمره؟ فاكر احنا امتحان نص السنه 20 في خمسه في الترم الاول وخمسه في الترم الثاني اسمهم ميد تيرم مش ميد يير دول محسوبين. الميد تيرم الاولاني بيبقى اسئله شورت سؤالين كل واحد من المدرسين وسؤال بلاد. احنا لازم الاجزاء اللي بتاخد الوقت بتذاكر صم ينفع اذاكر صم البرودكشن والمايكرو تكنيك والكلام ده ولا ده امسك يو بس؟ امسك يو بس، لكن هننتهي من امتحان نص سنه وخلاص. لكن الجزء من اول السايكولوجي بتيجي فيه اسئله ايه؟ شور. يعني محاضره النهارده من ضمن الاسئله شور فورمز اوف مايكرو تيوبيوز. هتقولي في كام فور؟ اثنين. في دايناميك ده بيغير مكان بيغير طول باي ايه او ايه؟ اسمبلي او ديس اسمبلي او وحدات البروتين اسمها جيو. دكتور عشان تو تشينج ذا سيل شيب او تعمل سيل ري شيب، يعني ايه ري شيب؟ يعني ستيبل يعني ما تحركش المكان.
سنتريول زي السيليا في الحيوان المنوي فلاجيلا اسوار. يا جماعه السنتريول والسيليا والفلاجيلا لما تشوف تركيبهم كمان شويه ده عباره عن دري مايكرو تيوبولز عباره عن دري. طب يبقى حد يسيبوا السيليا بتاع ورا يسيبوا السنتريول بتاع ورا ولا دي ستيبل فور؟ مين يقول لي في كام فور لسه؟ يلا حبايبي كام فور للمايكرو تيوبولز دايناميك يعني بيحصل فيه بيغير الهدوم يا يحصل اسامبل يا اما ديس اسامبل عشان يعمل سامبل شيب. طيب والستيبل ده بالتركيب مين او مين او مين وما يصيرهاش سنتريول او سيليا او فلاجيلا. وبعد شويه نشرح سنتريول وستيليا وفلاجيلا فتبقى فاهم ازاي نعبر عن سنتريول. طيب تيجي بقى نشوف فانكشنز اوف مايكروتيوبولز. طب انا مش هشتغل وظيفتين اربع نقط يبقى تيجي نمر فيه. يبقى ده سؤال ميت
نمرة أدي نمرتين. لو مثلا نقطتين يبقى عليه نمرة فمين؟ أو حتى نمرتين لو نقطتين مباشرة. مين فيكم شاطر يقول لي اه مش هنزل المايك مش بيوز. سأل شيء. سأل ليه دور في التلفزيون؟ بيعمل المايك كوتنج. طيب. Transport of messages or particles through the cyto بيخش التركيب مين هو مين هو مين؟ سنتريول وسيليا وفلاجيلا. الحقيقة المفروض أروح ده التركيب على سنتريول وسيليا وفلاجيلا ممكن تأجلوها لي شوية عشان دي حتة رزقة عايز أخدها الأول ومصححين كده معايا ونخلي الأسهل في الآخر. أوكي؟ واضح إن أنت مصححين معايا. هناخد دلوقتي فيلامنت صفحة التام عندكم في الكتاب 27. اسمعي وليه اسمعي وليه تعرفوا كلمة فلامنتس يعني خيوط ثريدز معمولة برضو من بروتينز. يبقى دي بروتين ايه؟ ثريدز. في الكتاب الثلاثي تقبل لك انها نوعين بس في ثين وانترميديت. ليه مش غريبة شوية؟ رفيع متوسط يبقى اكيد في ايه؟ هو الصح ان في ثين وثيك وانترميديت بس الثيك معندوش غير كلمة واحدة ونقولها مع الثين. فعشان كده مش مقسمينها ليه؟ قسمناها ثين وايه؟ لما تيجي تفهم عايز اقول ايه؟ الثين اسمه اكتين. سمعت عليه؟ والثيك مع يوسين. في طلبة بيلخبطوا. ياخد يسمع يا حبيبي. مالكش دعوة خليك معايا. مين كلمة عدد حروفها أقل؟ الأكتين ده المفرع ستة نانومتر ده زيادة. إنما الميوسين ده الثيك 15 نانومتر. انترميديت فيلامنتس 9 أو 10 نانومتر 9 أو 10 نانومتر عشان كده سموها انترميديت. مين التقسيمة اللي عندك؟ إيه هما؟ ثين أكتين وانترميديت فيلامنتس. طب انترميديت ما بين مين ومين؟ الأكتين والميوسين أو الأكتين والميكروتوبيولز. الميكروتوبيولز دي فكرت لا الأرقام دي أنا فاضي الدايمتر بتاع الأنابيب كان كام؟ 25 نانو. طيب تيجي من ولادي بقى يشوفوا خيوط الأكتين الرفيعة اللي هيجي عليها كلام كتير على فكرة بيسميها مايكروفيلز. لو قال لي مايكروفيلز طبعا كتير قوي يقول لك فيه عين أكتين وانترميديت. لا يا حبيبي كلمة مايكرو قطع رفيع بس. يبقى مين اللي بنطق على مايكرو فيلز؟ الاثنين أكتين صح. حتى كلمة مايكرو معايا رفيع. يبقى كلمة الاثنين أكتين هي اللي بنطق عليها مايكرو فيلز اللي قدرها كام؟ 6 نانو متر. بص دكتور كده معايا. الدايمتر قلنا كام؟ ممكن تسيب الايد ده وتبص على رسمتي هنا وتشوف عاملها ازاي. هي معموله من وحدات بروتين عارف زي البروبيوز كده كودر صغنونه كده اسمها جي اكتين. جي جاي من بروبيوز. بص المنظر ده. حد شايف النقط الحمراء اللي انا عاملها في الاول؟ طب بالك عليها جي ايه؟ يعني جلوبولر اكتين كودر. كتلة يعمل خيط من الأكتين. اتنين خيط وتوست مع بعض كده عاملين زي دي كده يبقى اسمه فيلامنتس أكتين أو أكتين فيلامنتس. مين يبص على الرسمة تاني؟ إيه الخيط ده معمول ستراند معمول من جي أكتين. يعني أدي واحدة جي أكتين لوبي أكتين مجموعة يحصل لهم إيه؟ يا اما تقول اسم يعني اسم يحصل يجمعوا مع بعض يا اما تقول بوليميرايز.
اثنين اكتين سترانز متوستد اوفر ايتش اذر اسمهم اف اكتين او فيلامنتس اكتين. حد فاهم انا قلت ايه؟ مش فاهم، تعالى مره ثانيه. طب انا هسالك عشان بسالك ايه النقطه الحمراء دي؟ في اختصار ايه؟ بلوبري عامل كل حاجه. طيب مجموعه من البلوبري البوليمرايز يعني يتجمعوا ويعملوا سترانز، سترانز من الجي اكتين. طب تو سترانز من الجي اكتين يلفوا على بعض يبقى كويل مع بعض كده ويبقى اسمهم اف اكتين. قول تاني مين النقطه؟ هيسالوهم ايه؟ بوليمرايز يتجمعوا ويعملوا سترانز من جي اكتين. كام سترانز يلفوا؟ تو سترانز يلفوا ويتوستد على بعض كده ويبقى اسمهم أو أكتين فلانت. مو إف اختصار إيه؟ فلانت. يبقى نقولها بالعكس. شوف بس ولادي كده ورا الأكتين فلانت عبارة عن كم فتلة؟ تو توستد على بعض ولا لا؟ وكل فتلة منهم عبارة عن سترونج أو تشين أوف تشين أكتين. فهمنا دي؟ طيب. تعالوا نشوف سايت وفانكشن اوف اكتين. الحقيقه دي مكتوبه بطريقه جديده ما كناش بنقولها بالطريقه دي قبل كده. ايوه حاجه مكتوبه جديده يبقى ده محل ايه؟ سؤال. قولي سايتس اند فانكشن اوف اكتين بلانس. مين شايف انا رسمه زي جزء من الخليه فوق هنا ولا لا؟ رسمه تحتها شبكه ولا لا؟ تحت مين؟ دايما خيوط الاكتين تيجي تحت السل ايه؟ وتعمل زي شبكه كده تحتها، تعمل نت ورك، يبقى اول مكان ايه؟ ارض المثال ايه؟ بتديله قوه ومتانه ولا لا؟ بتديله دعايه سبورت السن فين؟ بنحكم احد الحاجات بتحكم في السن شيء؟ يبقى النت ورك دي مسؤوله عن ايه؟ لا مسؤول تشينجز في السن شيء، يعني ايه؟ حد عارف الوايت بلاد سيلز؟ الوايت بلاد سيلز بتعمل ايه؟ بتعمل اندوسايتوزس واكسو ايه؟ حد فاكر الاندو والاكسو؟ حد فاكر الاندو؟ مش السن برين بس هنا في حد فاكر في الفاجوسايتوزس لما حد فاكر راسي ده القبل او البكتيريا وده كده السيل ايه؟ فاكر اول ما الفوت او البكتيريا كم ان كونتاكت مع مين؟ مع السن برين. السن برين مد البروسيسز اللي فوق صح؟ طيب البروسيس دي مين اللي ساعدها بالمد فوق؟ مين اللي طلع كده وزق السن برين لفوق؟ خيوط الاكتين. طيب ومين وعملوا كيس والكيس انفصل واحد. طيب في البيروسايتوز مين اللي شد السن برين دخله جوه اول ما الفلويد ضغط لمسته؟ خيوط الاكتين. يبقى كنت حاجه بلاش اميبويد ايه؟ عارفين السيل كرولنج سيل بتتحرك كده زي في الاميبويد ايه الحركه الاميبيه. مين اللي مد الزايده دي؟ مد البروسس دي بعدين السيل لحقتها. مين اللي دخل في الحته دي اتكتب ودخل هنا مش خيوط الاكتين؟ هي اللي مدت لها سودو نوديا. مدت لها ايه؟ يعني ايه سودو؟ وفوت خطر. لما اقول فوتيا يبقى اقدام ايه؟ كامل. حبايبي على فكره في الكرولينج سيلز يعني ايه كرولينج؟ الزاحفه او حاجه بتمد اقدام ايه؟ فانت عارفين كلمه لو نسيت كرولينج سيل ممكن تقول في الاميبويد ايه؟ يعني ايه اويد؟ شبه الاميبا الحركه الاميبيه. حبايبي مين السبب فيها؟ خلي بالك الخيوط الاكتين دي ليها قدره على ايه؟ كونتراكشن. فهي بتمد القدم وتلحق بتمد القدم وتلحق يعني بتطول وتتكلم جميل؟ ده البروتكس. حبايبي دي بيسموها ستريس فايبرز، كونتراكتايل ستريس فايبر، ده اسمها ايه؟ الكورينج، هي بتزحف، هي بتعمل الكويت موفمنت، دي بتبقى بتكبر وتكسر، بيحصل لها ايه؟ كونتراكشن يعني، وبيسموها ستريس فايبرز. طب لو انا في العادي بقى الموفمنت اوف اورجانيز، حد فاكر لما قلت لك انا عايزه اتحرك مثلا عايزه انا عندي سيليا اسمع الحته دي عندي سيليا بتعمل ايه؟ وش
مش هتصير عايز تعمل موفمنت مين يديها انرجي جوه الموفمنت عايز تقوي لما يكون تطلع فوق ناحيه السيريا مين اللي ساعدها في الحركه في حاجتين بيزق مايكرو ايه مايكرو تيوبيولز ومايكرو فلويدز يعني يساعد على ترانسبورت او موفمنت اوف اورجانز او فيزيكس ثرو سايت ايه يعني الوظيفه دي الاولى ايه يبقى مين يقول لي تاني اول فانكشن اول مكان يبقى اول فانكشن في معظم الخلايا الاكتين يبقى فين الموسترز اندر ذا سيل ايه الممبرين عشان يعمل سيل بي شيبنج او الموفمنت اوف فيزيكالز اورجانز طيب في الكرولينج سيلز بيحصلوا شورتنج وايه فاكرين عشان يعمل امبوي ايه طيب لو انا في مصر مش انت سمعت ان الاكتين مع مين؟ مايسين مسؤولين عن المصل كونفكشن الاكتين بيتبعت عن مايسين يعمل كونفكشن ولما يرجع تاني يحصل لاكسيشن حبايبي هنا بقى جبنا سيره الثيك فلانس مين؟ يبقى الثين مع الثيك الاثنين مسؤولين عن المصل كونفكشن ممكن قبل ما اكمل قول الاغنيه عشان الفانكشن الاخيره لو اتفهمت لطيفه جدا ما اتفهمتش بقت كويسه قوي يعني حتى ايه في بعض الدكاتره مش فاهمه فانا عايزه اقولها لك هو ايه؟ عايزه بس عليك حد يكلمني على الخيوط دي ثريدز رفيعه ولا لا؟ معموله من كوتشين كم نوع؟ فين؟ الثين اسمها؟ مايكرو فلويدز ومعموله من بروتين اسمه؟ اكتين. حد فاكر معموله ازاي؟ اكتين ايه؟ نسيت البروليوز عامله بروليوز كتل كده سميتها جيني اكتين. بوليمرايز يعني سترونج ولا لا؟ كان سترونج يلف عشان يعمل اكتين. تو سترونج ومسك اوفر ايتش اذر يعملوا اف اكتين او فيلامنتس اكتين. الاكتين ده كام ديامتر بتاعه؟ 6 نانومتر. طيب حد يقول لي بقى الفانكشن والسايت اول ما كان في معظم السيلز بيبقى فين؟ تحت السيلز. تحت السيلز برين يعمل ريشيب يعني اعمل تاجو فينو اكزو ايه؟ حد فاكر الكيس اللي عايز يطلع بره ده مش كان بيروح طالع من تحت السيلز برين؟ طب مين اللي ذاته عشان يطلع؟ يقول لك اكتين يبقى هي مسؤول عن انتوسايتوزس واكس ويت سايت موفمنت اوف اورجانيز او بيرث ثرو سايتو لا في موست سيلز او في المصل توجذر مع مين؟ مع اكتين مسؤولين عن المصل طيب مثلا في الديفايدنج سيل مش انا قلت لك سيل شيت وسيل ديفيجن طب الديفايدنج سيل السيل كانت مدوره تولد منين؟ ثم يبتدي يحصل كونتراكشن خيوط اكتين تعمل ريك بس جوه السيل يعني ايه لو السيل دي مش من بره والرينج دي تبدا تعمل كونتراكشن 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 لغايه ما تفصل تو سيلز حد شايف الرينج دي؟ على فكره مكتوب ايه في الكتاب؟ مسؤول عن كليفج اوف مايتوتيك سيلز ممكن بدل مايتوتيك ديفايدنج سيلز كليفج يعني ايه؟ انشطار في الشقة اتنين حد شايف الحفرة دي؟ بص 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 شايف الحفرة دي؟ دي اسمها كليفج فارو فارو عن الحفرة اللي هيتشطر عندها السر دي مين اللي عارف الحفرة دي؟ الشاطر يقول لي الحلقة دي معمولة من خيوط أكتين والأكتين دي قدرة على إيه؟ يفصل الأسرة الأسرة كانت إيه؟ كانت ايه؟ راوند حصل لها ايه؟ يوميش ويجي في النص بتاع بس جوه بس اللي بتحب جوه خيوط اكتين تعمل رينج بيسموها كونتراكتاي رينج تبدا تعمل كونتراكشن كونتراكشن قسمت السيل كده الكلام ده لما نيجي نبتدي جيناتكس قولوا ان شاء الله قولوا بالتفصيل طيب في المصر الاكتين مع مين؟ يعمل مصر طيب في الكرو
تعال نشوف المايكروفيلا حلو بقى لو اتفهمت تحفه فنيه وتشوفوا اعجاز ربنا سبحانه وتعالى وتعرفوا ان انتوا لسه ان احنا العلماء مش انتوا لسه طلبه لسه بنلعب في التينة لسه مش فاهمين حاجه خالص وكل ما تتبحر في العلم تكتشف مدى جهلك تسمع عن كلمة مايكرو بلاي مين من ولادي يقول يعني ايه مايكرو بلاي بالعربي؟ خلايا هناك تزود ايه؟ موجودة بوفرة فيه السمول التست الأكبر كمان بالرش يا جماعة ادي سن اهي بص مش شايف السن نفسها بص المفروض السن طويلة قوي كده شطورة عاملها صوابع كده اسمها مايكرو ايه؟ طب ايه هو ده؟ انت جوه المايكرو بلاي ده بالماكس كيوب الحبل وواحد يقول لك مايكرو كيوبس ولا مايكرو فيرتس ولا ايه الطريقة؟ تقول لي خيوط اكتين لمايكرو فرق يعني دور انت يا بابا بتقول لي حبايبي طب ليه فيها خيوط اكتين؟ طب عشان تدي سنه تدي شكل الانبوبه دي ام تزود ايه؟ السيرفس ايه يدخل ابزورشن هو السيرفس ايه يعني ابزورشن بتساعد بس زياده السيرفس ايه يعني؟ اه هنا بقى خدتوا مصر لا مش كل مصر فيها اورجن وين حد يبص معايا دي حد يبص انا الصوابع اللي شايفه الخيوط دي خيوط اكتين وبما انها ليها قدره على ايه؟ لازم ليها اورجن وين؟ الاورجن طبعا السن البرين حد شايف ان في شبكه تحت اسمها تيرمينال ويب ويب يعني شبكه حبايب الخيوط الاكتين ممتده للسن برين من ايه؟ لو حلو كده؟ الخيوط الاكتين ده من ايه؟ كونتراكشن ترجع تطول تاني لما ترجع تعمل ريلاكسيشن الاول كونتراكشن تاثر المايكرو بيلا ولا ريلاكس تطول المايكرو بيلا نسيب بقى الابنة كله بص عندي عشان تفهم انا عايز اقول لك دلوقتي عندي البنش ده عليه ميه كتير قوي فانا جبت سبونج حته سفنجه وعملت ايه؟ عصرتها وحطيتها ايه؟ بيحصل ايه؟ السفنجه بتسقط الميه تاخد السفنجه بميتها ومتقطعه ميه ايه؟ وهنقلها عصرها بره في طبق انا كده نقلت الميه من فين لفين؟ من البنش انا الانتستن هنا في حاجات ماشيه في اليوم في جلوكوز امينو اسيد كل ده اتحرك خلاص وعايز اعمل له لما الصباح ده يكسر قوي لان سافينا جوا عصبته سيرك تقول كل اللي تحت كل اللي تحت بعدين يكسر تاني خدت الابزور ماتيريال منين دخلته فين؟ من اليومن لجوه السلف ومنها للطب. الطريقه الثانيه بقى للطب. لا وسط الكوليسترول يبقى شورت الان الونجيشن اوف مايكرو بيلاي بيسهل مين؟ ولا ايه؟ مين اللي سبب ده؟ مايكرو بيلاي. انت لما اتعصرت قوي قصرت قوي وسبتها تورد وتشفط كل الماتيريال من اليومن من التكبيك بتاع الامعاء ولا طيب شطرت حصلتها تاني كده نقلت الاكل منين لفين؟ من اليوم من التجويف بتاع الامعاء للسيلز ومن السيلز بعد كده تنزل فين؟ في الاكل انت عملت سهلت الابزوربشن لا باي شورت ان اند الونجيشن اوف اكيد مش مطلوب خالص اسال اي حد فيه يقول طب عامله القلب بتاع مين؟ ثواني عامله القلب بتاع المايكرو ايه؟ فورم الكور والشيب بتاعها وكمان الشورت اند الونجيشن اوف مايكرو بلاي كانت في ايه؟ مستعجل نشوفها ليا كده ليه؟ انا عندي هنا اقولها تاني
يدخل الدنيا. اول نوع من الخيوط اسمه كيراتين.
يبقى ده الجين الاتيليا او جلد او شعر او ضوافر. ما كل دي كراتين. كل دي خير عادي. وانت بتيجي تقص شعرك كل طيب هو احساس جدال سلس ضوافر. ولا لو لمست جلدك بقى لان دي جدال سلس بقى بتستحمى. ما تستحمى السلز ما يبقى تقع ويحل محلها جديد. يا جماعه دي دات سلز جواها بروتين اسمه او خيوط اسمها كيراتين فيلمنت. يبقى كيراتين فيلمنت وعلى فكره ليها اسم تاني تونو فيلمنت. اسمها تاني يبقى الكيراتين فيلمنت او التونو فيلمنت موجوده في النسيج الدرائي في الابيثيليوم زي ايه؟ سكين وهير ونيلز. عايزه حد من ولادي يقول لي تعرف مهم قوي انك تعرف اسم النوع موجود فين؟ اقول لكم ايه؟ ساعات واحد تجيله يتشخص ان عنده ورم في الليفر كده او ورم في اللنج او ورم في البرين. تعرفوا ان 80% اورام الكبد الليفر او اللنج او البرين او البون ما بتبقاش الاصل الورم هنا بقى اصله في حته ثانيه في الجسم وبعد ثانوياتها تسمعوا الميتاستاسيس يعني بعد ايه؟ يبقى الخلايا السرطانيه انتشرت ولا بقى بص منين؟ اكتر حته بتوصلها ايه؟ الليفر. يعني انا لو لقيت دلوقتي ورم في الرئه الورم ده حاجه مجنونه كده ملهاش شكل في الحرب والسلز اللي فيها مش قادرة مية تجاري من ايه؟ ادور what type of chemical media developments فيها اما اقدر اعرف مصدر. يعني لو لقيت فيها كيراتين فلانس في الكلام ده الميزيك مش عارف ايه بعد ورا ازاي بالراحة يا جماعة يبقى ده يقل في الميزيك يعني نسيج الايه؟ الانقلاب. طيب ولا دور في الحاجة عشان ده ايه؟ سادس. لكن ده موجود في الميزيك يعني بالراحة او في التورفلانس موجوده في نسيج الدرا ده كده. مثلا خيوط ديزمير دي في العضلات يبقى اصل مصدر الورم كان فين؟ في المصر الوسطى لان في اورام ما بتبانش يا جماعه. يعني مثلا عارفين كانسر بريست بتيجي الست تقول لك انا حاسه بالجوع ست ويفتحها بسمك يعني حسيت انما في اورام مستخبيه. يعني عارفين من اشهر الاورام اللي بتكتشف فيري ليت في البروستات كانسر بروستات اورام البروستات. قولي ليه؟ لان في حاجه هيدن مش متشافه مستبدا انترنال بول. فلو الورم فيه ولا واحد بيحس فين اكتشف متاخر بيكون بعد ثانويات باللنج يلاقي البروستات اكتشف فين؟ من اللي جاب البروستات ده فين؟ الورم كان فين فين وبعد فين؟ انا لما ادور ايه نوع الخيوط اللي موجوده في الورم اقدر اكتشف المصدر الرئيسي بتاع الورم ده. يبقى الحته دي كلينيكال مهمه قوي. لا يبقى لازم تعرف اسامي شويه خيوط ومكانهم فين. انت عارف عايزه ايه؟ اسم الخيط الاقيه فين؟ انا قلت اول واحد اسمه ايه؟ لقيته فين؟ الكريتيريا او هيز او هيز. بعد كده في بيبنتين. احيانا ما بحبش الاسم ده بحس ان عايزه اتكلم بقى. اه ده موجود في حاجتين ثم ديزني مين يا جماعه مصر مش هتعرف فيه خطوط اكتين وايه؟ تعرفوا خطوط التسيولوجي مصر ولا لا؟ هيقول لك في التسيولوجي ان خيوط الميوسين الثقيله بتبقى ثابته خالص وان مين اللي بيزعلق عليها؟ يتحرك عليها ويحصل له بلاكي اكتين بس يبقى مين ثابت؟ في خيوط تمسك الميوسين في بعض في مصر. الخيوط دي اسمها ديزمين. يعني دي جوين الميوسين فيلمز او جوين المايوفايبرز. ماي يعني ايه؟ عضله. الخيوط اللي في العضله دي ماسكها مع بعض عشان تفضل ثابته
فايبريلاري أسيليك بوتين مش شايفها.
تيجي يا جماعه تخلوا عيانه من ورا لا فيها كلاين فايبريلا يا سيدي البروتين يبقى الورم فين؟ يعني ده اصلا طالع في البرين لكن مش كان مثلا البروستيت او من حسنه فيها عارفين من الهوما اللي هي بتبقى حسنه حسنات بيحصل فيها اورام ودي مش بايظه يعني ممكن تضعف مش شايف تكون بعد سنوات ايه؟ نلاقي بقى التيشو بتاع الاورجن ده كله. في واحده نسيت اكتبها هنا لميز. سمعنا كلمه في اخر محاضره. تحت النيوكليار ميمبرين. لا 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 ثانيه واحده لا ثانيه واحده. مين يفكرني لو دي سيل؟ دي سيل ده مين ده؟ النيوكليوس حد ده النيوكليوس ميمبرين كان فيه كام ميمبرين؟ مو ميمبرين اوتر ويف مين ده الرقم؟ عشان عليه شوف صار الانر كان فايبريلر عشان عليه خيوط ايه؟ كروماتين ماتيريال صح كده؟ طب استنى قبل كروماتين النتيجه في خيوط لامينز اللامينز دي بتستابيلايز النيوكليوس يبقى مين قد مين؟ دي انتر ميتشيت فيلمز هي تيك ولا تيك دي متضافه السنه ما كناش بنحددها قبل كده مين يقول لي الست انواع في الخيوط اللي عليها اسمها انتر ميتشيت فيلمز اشخصها بسبيشالست ايه اللي هو ايه؟ عامل تيست بقى في لاكيز ولا لا؟ في كيراتين ولا لا؟ هيستو كيميكال تيست ده دكتور الست انواع ده بيقول لي كل نوع فين؟ بالاوريجن اوف ذا تيومر يعني مصدر الورم كان فين؟ بفريزي
سمي اسيدك بروتين يبقى المصدر فين؟ ورا في مين مصدر؟ في البرين نفسه. لكن لو لقيتها مصدرها مثلا مصر يبقى الورم اصلا جاي منين؟ في مين؟ يبقى الورم جاي منين؟